تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. في عنا المضبوط عدة أسئلة سئلناها أو سئلتها أنا شخصياً، بحب أرد عليها باختصار قدامكم. في نص من سفر التكوين تسمعوا عن الطوفان عن نوح، بيقول إنه بدأ الشر يدخل عند البشر، بيبدأ بعبارة بعدين يستهل بعبارة. الفصل السادس من سفر التكوين بيقول أبناء الله رأوا بنات الناس ورأوا أنهن جميلات. شو هاي عبارة تبدو وهي نوعا ما غريبة ولا لا؟ لأنه البنات كمان هن بنات الله ولا لا؟ ليش في سفر التكوين بسميهم بنات الناس؟ أولا الكلام هو عن بشر عاديين. طيب ليش سمى الرجال أبناء الله والنساء سماهم بنات الناس؟ في تفسير بسيط جدا، بس حتى نفهمه بدنا نرجع لوين؟ أني عقلية، عقليتنا إحنا اليوم ولا عقلية قبل مئات السنين؟ كيف؟ فترة موسى. نعم، تذكروا أنه الله خلق الإنسان، الإنسان ها آدم، وأخذ المرأة من الامرئ أو من المرأة، أخذ الإيشاء من إيش، الإنسانة من الإنسان، طبعا بصورة حلوة اللي هي الضلع، لكي يكون لها ضلع في كيانه ويكون له ضلع في كيانها، أخذها ضلعا زي ما بقول القديس أغسطينوس، لتكون قريبة من قلبه، من القفص الصدر، ليحبها ويحترمها. من وقف القديس أغسطينوس بيقول لم يأخذ الله المرأة من قدم الرجل لئلا يتكبر عليها، لم يأخذها من رأسه لئلا تتكبر عليه، بل أخذها ضلعا لتكون قريبة من قلبه، يعني يحبها وتحبه، زي ما بقولنا مار بولس في الرسالة إلى أهل أفسس اللي كانت أساسا موجهة مش بس لأهل أفسس بل لكل المسيحيين، هكذا فليحبب كل منكم امرأته، ما قالش نساءه، امرأته حبه لنفسه، ولتوقر المرأة رجلها. طبعا الرجل إذا بدنا ناخذ رأس المرأة بمعنى الرأس الرسمي للعائلة، فالمرأة هي قلب الرجل وقلب العائلة، أو زي ما بقولوا إذا الرجل هو الرأس فالمرأة هي الرقبة والرقبة هي اللي بتحرك الرأس، بس ما تجيبوش. إذن أبناء الله ليش سماهم أبناء الله؟ لأنه ها آدم مباشرة الله خلقه، الله أخذ إيشا من إيش، المرأة من الإمرئ، فإذا هم بنات الناس، يعني بنات آدم. طلعت أنا على العبري اللي هو كنعاني، بنوتها آدم يعني، طبعا هذا تفسير أول، بس في عندنا تفسير ثاني. شو هو التفسير الثاني؟ أنه في بعض الناس بيقولوا أبناء الله يعني الملائكة، لا، لأنه الملائكة فيش لهم أجساد. التفسير الثاني العلمي إنه كان في فلسطين حجار كبيرة جدا وكلها شقفة واحدة بسموها مونوليث من اليوناني، مونوس واحد وليثوس حجر. شو جاب هاي على فلسطين؟
الناس يطلع على الحجار وينصطلوا منها. على فكرة عندنا في المدينة المقدسة البلدة القديمة في النفق اللي حفر تحت الحرم أو جنب الحرم في برضو منها الحجار الكبيرة اللي هي ثالث أكبر حجار في العالم كضخامة وككتلة واحدة. الناس كانوا يتسألوا شو جاب هالحجار هاي؟ تصوروا إنه اللي جاب هدول الحجار هم عمالقة. بقول لك منين هدول العمالقة؟ هدول هم أبناء الله وبنات الناس. هدول كانوا عمالقة. شو منين أجوا هدول؟ هدول آبائهم أبناء الله. هدول كانوا طوال، لو غوار هون كان قال من طوال استان، وتجوزوا بنات الناس وخلفوا هالعمالقة. شو بسموهم بالعبري؟ نفيليم من فعل نفال يعني الهابطون من السماء. مرة هيك أجا سوء حظي إنه في أحد المطارات موظفة شرطية أخذت الشنطة تبعتي وقعدت تفتشها قطعة قطعة، تمسك محرمة توقع قميص تقول لي آسف، تمسك كتاب توقع بنطلون تقول لي متأسفة. في الآخر أنا يعني ما خلت لي الشغلة إلا وقعتها على الأرض. فقلت لها أنت بتقرأي التوراة؟ قال نعم. قلت لها عمرك سمعتي عن إشي اسمه أو إحدى التقاليد القديمة الهابطون من السماء نفيليم؟ قالت لي شو قصتهم هدول؟ قلت لها هدول كانوا بالسماء ولسوء حظهم الله وكلهم لموظف زيك كل دقيقة توقع واحد. فضبت شنطتي وقالت لي روح انتهى التفتيش. هاي تفسيرين أعطيناهم لعبارة إيش؟ أبناء الله بنات الناس. أحياناً في بشر بقول لك طيب ممكن في تشابه بين أساطير وثنية خصوصاً في بلاد ما بين النهرين واللي بحكي الكتاب المقدس. شو التشابه؟ زي إحنا مننام والوثنيين بناموا، هل معنى إنه صرنا وثنيين؟ في شبه عرضي وفي خلافات واختلافات جوهرية. الاختلافات الجوهرية حكينا عنها إذا بتتذكروا. الاختلافات الجوهرية إنه الوثنيين بآمنوا بعدة آلهة، إنه أحد الآلهة قرروا يفنوا هالبشرية لا سبب لا حضور ولا دستور، ما فيش أي سبب ولا أي مبرر. أحد الآلهة إياه بروح بنبه واحد اسمه أتنابشتيم لأنه هيك بحبه، وجكر بإله تاني إنه روح انتبه ابني لك سفينة حتى تخلص فيها، والتانيين الله لا يردهم البعدة. بيقدم هذا الزلمة ذبيحة فالآلهة بتفرفش بتنبسط بتشيف بتصير تفرق إيديها لما تنتعش على رائحة الذبائح. عاد دوم أخذ رائحة الذبائح، ما هي رائحة لحم مشوي يعني شو بدها تكون رائحة اللحم المشوي. إذن كل هاي الأمور لا نجدها في الكتاب المقدس. بنهي كلامي هون على أساس نفتح اليوم مجال أكثر للأسئلة للأفكار للاعتراضات، لأنه مش إنه كل حرف بنحكيه هون أنتم مجبورين توافقوا عليه بدون فهم إنه خلص الخوري قال هيك. لا، إحنا بنحب الناس اللي بيناقشوا اللي بيفهموا واللي بيستفهموا
واللي لما في شيء بتصعبه منه بيعترضوا عليه. شكرا لتصغائكم.